الآن جاء موعدنا مع الجولة الاقتصادية لنشرة التاسعة، نتابعها مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا ريهام، شكرا أدا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتناع التام بأهمية استدامة برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار مدبولي خلال اجتماع لمتابعة مستجدات البرنامج إلى سعي الحكومة وبشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه، كذا خطة الطرح المستقبلية والرد على أي استفسارات بهذا الشأن. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على هامش التوقيع. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى تعزيز قيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات. كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023. وأشار البنك إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3% في ذات الشهر من العام السابق. تبين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج إذ محت المخاوف من تعثر الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم إثر ارتفاع أسعار الخام. وارتفع المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.3% منهيا سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات، بينما انخفض المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.1% ممددا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 1.36% على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق ارتفع معدل التضخم بنسبة بلغت 0.8%، حيث كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع النقل والوقود والإنارة والألبان ومنتجاتها. كشف الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة عن خطة مؤقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية والمهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها. فقالت وسائل إعلام أمريكية أنه وبموجب هذه الخطة غير المعتادة سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير.
هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى أدا وريان. فإليكم شكرا لك رجائي.